تازه، السيده رئيس الغرفه الجهويه لجهه تازه الحسينه تونات، الساده البرلمانيين، الساده رؤساء المجالس التعليميه لتازه تونات، الساده اعضاء الغرفه الجهويه، ايها السيدات والساده، قبل ما نبدا الكلمه ديالي كنظن بان الكلمه ديال السيد العام كانت كامله وشافيه، يعني طرقت مختلف الاهميه الاقتصاديه والاجتماعيه التي لها على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد جهه تازه الحسينه تونات. فانا غادي نحاول نخصص الكلمه ديالي باش يعني نركز بالخصوص على المنتجات المحليه اللي كتدخل في اطار ديال هذا اليوم ولا هذا المعرض اللي كيتقام باقليم تازه في الدوره الثانيه ديالي. لقد اولى فضيله المغرب الاخضر الذي يرعاه صاحب الجلاله الملك محمد السادس السرعون اهميه كبيره للمنتجات الفلاحيه المحليه بكونها تعتبر بديلا واحدا للبنيه الفلاحيه متضامنه مستدامه للمناطق النائيه والمهزومه. وتستمد المنتجات الفلاحيه المجانيه اهميه لها في التنميه من المؤهلات الطبيعيه الهائله التي تصعد بها بلادنا بفضل التنوع البيئي وخبره المنتجين المتراكمه عبر التاريخ في هذا المجال. وايضا الى الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الاسواق الوطنيه والعالميه. نظرا لمميزاتها الغذائيه وفوائدها الصحيه. ومن اجل استغلال امثل المؤهلات الطبيعيه والتنميه وعصرنا قطاع المنتجات الفلاحيه المجانيه وضعت وزاره الفلاحه والصيد البحري استراتيجيه العمل الوطنيه تعتمد المقاربه التشاركيه وتتمحور حول المحاور التاليه: تطوير الشراكات للتثمين وتسويق المنتجات الفلاحيه المحليه لرفع من تنافسيتها، احداث منصات لوجستيكيه لجميع تسويق هذه المنتجات، ترويج وتطوير المنتجات الفلاحيه المحليه بترميزها، دعم تسويق المنتجات الفلاحيه المحليه بالمساحات الكبرى، الاشهار والتعريف بهذه المنتجات الفلاحيه المحليه على مختلف الوسائل السمعيه والبصريه. وبالنسبه لجهه تازه الحسينه تونات فانها تسكر بمنتجات فلاحيه مشهوره على الصعيد الوطني والمحلي والوطني. يمكن تصنيفها ضمن المنتجات المحليه، ومن بين اهم هذه المنتجات نذكر فاكهه الصبار المعروفه بالتلاحيه، اللوز اللي كيصدر به الاقليم ديال تازه وكذلك اقليم الحسينه، زيت زيتون بكر ممتازه، التين المشرف، العسل ذو الجوده الرفيعه، الاعشاب العطريه والدميه اللي كيتشتهر بها خصوصا اقليم تونات واقليم الحسينه. وتنزيلا لهذه الاستراتيجيه على الصعيد الجهوي، تقوم سنويا المديريه الجهويه للفلاحه بانشطه وعمليات مهمه يمكن تلخيصها فيما يلي: دعم التنظيمات المهنيه المشتغله في القطاع عبر اقتناء المعدات والادوات والمستلزمات مصرف الانتاج، بناء وترميم وحدات تثمين المنتوجات الفلاحيه المحليه بفائده التنظيمات المهنيه، تعزيز القدرات التقنيه والتدبيريه للتنظيمات المهنيه، دعم تسويق المنتجات الفلاحيه عبر تنظيم المعارض الفلاحيه المحليه والجهويه، وكذلك دعم المشاركه ديال التنظيمات المهنيه في المعارض الوطنيه والدوليه. احداث منصات الخدمات اللوجستيكيه للحسينه لتخزين وتثمين وتسويق هذه المنتجات، وكذلك انجاز دراسات المساعده التقنيه لتحديد المنتجات اكثر اهميه لبرامج عمل لتطويرها وترويزها. وفي هذا الصدد فقد تمت خلال هذه السنه ترويز منتوجان يتعلق الامر بلوز الريف والتين المشرف النابوت، في انتظار ترويز كل من لوز اكنول وصبار دلاحيه خلال السنه المقبله ان شاء الله. وفي الاخير اتمنى لهذا المعرض نجاح كامل واستمراريه خلال السنوات المقبله بحول الله، كما اشكر كل من ساهم وعمل على توفير الظروف الملائمه لاقامه هذا المعرض، وخصوصا السلطات المحليه وعلى راسها السيد العامل، وبطبيعه الحال الغرفه الجهويه للفلاحه وعلى راسها السيد الرئيس الذي اغتنم هذه الفرصه لاقدم له جزيل الشكر والامتنان للجهود التي يقوم بها ويبذلها من اجل النهوض بهذا القطاع. وشكرا للجميع.